في الحلقه ديال البارح خليناها فاش نورا كتقول مشينا المغرب وهنا دوزوها عليا انا اللي تنصرف وتيدي راسو هو اللي تيصرف دارهم حيت اش لاكارت ديال البنكه ديالي كانت عندو اش منك يا طرش اش منك يا معيار اش منك يا اهانه وتنصب براسي نورا غير زيدي صبري راكي كتبغيه رجعنا في حالنا من المغرب اللي دوزت فيه شهر ديال العذاب الاسود لقينا الدار ديال الكره ومشينا ليها 14 يوم باش دخلنا ليها السيد قلب عليا وجهه وما كيدويش معايا وحيتاش عنده لا دخلت ليه فيها الفلوس ديال ديك خمس شهور اللي كان فيها مريض اللي عطاوه فيها خمسة ديال المليون قال لي نورا انا عييت وما تليتش بغيت نزيد معاك كان دابزو وانتي ما كتسمعيش لهضرتي وما كتحترمينيش علما انه ديرني صبات من تحت رجليه وكلشي تيقول لي علاش نورا كتصبري معاه بحال هكا وانا بالنسبه ليا الحياه اذا ما كانش هو فيها غادي توقف عمر هو الحياه والحياه هي عمر عيطت لي ماما يلا نخرجوا قلت لي يلا معانا قال لي لا ما كاينش الخروج وانا اللي تنحكم هنا قلت لي نعل الشيطان راه عائلتي قدام الباب وكيتسناوني يلا قال لي والله ما غادي تمشي علاش عمر كدير بحالك بحال مرا في حالك ما عندي ما ندير بها وحتى انا راجل بحالك ما عندي ما ندير به زعم هز حوايجو ودارهم في الصاك وحط لي 100 اورو وزاد في حالو خمس شهور وانا كنتقاتل بوحدي وكان وكنخلص غير دخلتو الفلوس لحليه 100 اورو زاد ألف درهم في حسابه وقلت لي ما عندي ما بها تسنيتو يجي باش يقول لي انا عليه الشيطان راني كنت غير معصب ويلقى شي مبرر ولكن والو مشى ضرب خمس ايام كرا فيها دابا دخلوا الفلوس وما بقاش واقف عليا فاش كرا وسالا قال لي غادي يجي نهز رحيلي واش منيتك شو كدير كنت خوفانه وغير تابعة وما قادراش نعيش بوحدي ونعاود نطلق وبنتي كتبكي على باها ما بغيتش نعيش نفس الكابوس ديال الاول جا وقف عليا وقال لي لبسي حوايجك جاي خرجي بغيت ندوي معاك قال لي ما بغيتش نكمل معاك ببساطه واحد الالم عشتو كان خايب بزاف درت المستحيل باش ما نوصلش لهاد اللحظه وفي الاخير وكانني ما درت والو ما ضحيت ما عطيت ما تنازلت دازت يومين من موراها هز شي فراش والماكينه ديال التصبين ونشافه والبلازما درت لعائلته فيديو وصورت الدار وقلت لهم واخا مت هاد السنين كامله اشنو دوز عليا وصبرت معاه وعشت معاه الاهانه وقلت لهم دابا كل كلشي رخاص عليه وما غادي يبان ليه غير الماتريال اللي داو تفرقنا ومشينا عند محامي دفعنا الطلاق ما نكذبش عليكم فرقوا هدمني وما كانوش عندي فلوس كنت غير كان ديباني سلفت واحد المليون باش شريت بلازما وماكينه وبديت كنحاول انني نتاقلم مع الحياه مره كيصيفط لي يعاتبني مره كنصيفط ليه نعاتبو وبديت كنتاقلم واحد النهار حسيت بالضغينه وبالالم وباللي انه حياتي ضاعت بلا بيه ورغم الاذى اللي اذاني ما كنتش قادره نكون بعيده عليه واحد النهار مع 9 نص ديال الليل لبست حوايجي وانا كنت عارفه فين تيسكن واخا هو كان عند بالو باللي انه انا ما عارفاش صونيت عليه وقلت لي خاصك تهبط عندي ندوي معاك بقيت كندوي وكنبكي واش نتا مستوعب شنو درتي ليا ديتيني وتعديتي عليا وصبرت معاك ودابا خليتيني في هذا المنظر ساعه وانا تنهضر يا خوتي خلاني نمشي في حالي وما عبرنيش فهمت بلي انا وهاد السيد نرجسي ومريض زدت مسحت دموعي وحلفت عمرني من ما منظر مازال من مورايا بديت كنقاوم باش انني ننساه غير كنهز شويه راسي وكيصيفط ليا كيفكرني فيه نهار عيد ميلادي صيفط ليا تصويرتي انا ويا جالسين وقال لي يا انا كنت نتمنى نعيش حياتي كامله معاك وما كنتش كنتمنى يجي شي عيد ميلاد بلا بيك بغيت نقول لك بلي كان بغيك واخا القدر ما جمعناش تهلاي في بنتك والله يخليك يخلي معز عليك وان شاء الله تكوني ديما فرحانه والله يكتب لك فيها الخير وانا راني كان بغيك كنت حاسه انه غادي يصيفط لي شي حاجه ذاك النهار جاوبته حتى انا تنبغي ولكن شوف شنو درتي فيا ودمرتينا وشحال وانا صبرت معاك وعطيتي وما عطيتي الاعتبار لتا حاجه ما بيناتنا دازت يومين وصل النهار اللي غادي يشوف فيه بنتو جايب بوكيت الورد في يدي وطلع باش يدي بنتو من الدار ولكن ما صوناش عليا دخل بدينا كنهضروا قال لي سمحي لي راك غلطتي فيا وغلطت فيك ومرت بلا بيك وخاصنا ضروري نتصالحوا تباكينا ورجعنا مع بعضياتنا دوينا المحامي قلنا لي صافي سمح لينا وقف دوك الاجراءات ديال الطلاق وعاود قرينا الفاتحه مع بعضياتنا ومع العائلات باش نحللو ونرجعو ماما صراحه كانت ضد انا اللي نرجع معاه وقالت لي كيف ما دار في النوبه الاولى وما عقلش عليك غادي يعاود عليك مره اخرى رجعنا مع بعضياتنا ومشينا رحلنا وقربنا حدا والديه تحت الطلب ديالو وحنيت الراس وقلت ليه اه حيتاش آه كنت باغاه وخاصني نتبعو فين ما هو بغا رحلنا وسلفت عاوتاني باش كملت معاه حيت هو كان مزير بالكريدي الكرا كنا نخلصوه بجوج وفين ما ما عندوش مع عائلته انا اللي كنعوضو نورا كاينه نورا كتعطي نورا كتجبد المهم عاوتاني كندوزو شهر وتيبدا عاوتاني تعليقات ديالو السلبيات ديالو علاش هذه هنا مالك دايره بحال هكا وانا ديما مسافه معاه ما نخرج ما عندي صحاب وحياتي كلها مش غير ليه والدار ما نقولش لي لا خاصني ولا شري ليا ولا راه ما عنديش كنسلف من عند دارنا حتى كيجي اخر الشهر وكنرجع ليهم هو فلوسو كيدير بهم اللي بغا وما نقولش ليه لا شري ولا عطي ليا دوزنا ست شهور بحساب مع بعضياتنا في شهر سبعة عيطت ليا خالتي في بلاد اوروبيه وحده اخرى وقالت لي اجي عندي راه عندي لا بيسين والجرده كبيره اجي بدلي الجو فاش لي قال لي انا ما عنديش باش نخلص عليك هو خاص ديما نعاونو حيتاش اذا ما عندوش ما كيعجبوش الحال قلت لي خليني نمشي وما تعطيني حتى شي حاجه كيا صافي ما نعطيك والو ولكن داكشي اللي مولفه تخلصي معايا خلصيه هو الاول عاد سيري حيت نسيت ما قلت لكم باش ما نفقصكمش بلي انا اللي تنخلص الموضوع من غير الكرة اللي كنت تقريبا كله انا اللي كنخلصو حيت ديما تيقول لك هو ما عندوش درجات الشارجور ديالو اذا هزيتو ليه كيغوت عليا لا راه حاجتي عزيزه عليا الانانيه والنرجسيه ويغوت عليا حدا والديه واللي بغيتو جا شهر 8 كنت هابطه باش نسافر مع وليداتي الباس وبغيت نخرج وقف عليا هاد الورقه ديال الانترنت هاكي خلصيها من نيتك السفر ديالي وما طلبت منك فيه حتى شي حاجه خلصت كل شيء وخلصت امور الدار كامله تسلفت وتكلفت غير باش ما يقولش لي نطلقك مرضني وتهلوست بيه ورجع هو يدير بيا ما بغى وعندي خوف انني نتفرق انا وياه مشيت ديك البلاد انا وماما وخويا واختي وخرجها مني خرج مني داك السيجور اللي دوزو عليا كحل رجعت اليوم لغد لي قال لي انا غادي نمشي للمغرب نطلع على امي وعلى با صافي اخويا غير سير سيد ضرب سيمانه ما تيعيط ما تيسول وانا خاصني نبقى نعيط ليه باش هو يالله يجاوبني وما كيعطينيش راس الخيط ديال حتى شي حاجه وعارف بلي انا ما عنديش فلوس وما خلا لي حتى 100 اورو من بعد مشى عند اختو ديك اللفعه في مدينة وحده اخرى وحيت انا قطعت معها الهضره ما بقاش كتحمل فيا الشعره فاش بغى يجي عيط ليا باش يقول لي قطعي ليا بيي قلت ليه يا عمر واش انا خدامه عندك عاتبتو عاتبني وما الحال وتقرت جاوصل معاه زوج ديال الليل وبدا كيقول انا بقيش كنحملك انا تنكرك واش داروا لي شي حاجه ولا كلو شي حاجه الله يعلم بها انا اصلا هو تيجيني قبيح وفي نفس الوقت فاش مزيانين راه مزيان ولكن دغيا كندابزو وعلى ابسط الحوايج وكنشدو في بعضياتنا وعلى والو واحد النهار وحنا في المغرب نسيت ما لكم بلي انه عند واحد الفقيه اللي قال ليه راه مرتك فيها العين وراجعت ليها التابعه وهي اللي تدمركم وخاصك تولي كترقيها على الله تبرا وحتى انت راه دايرين ليك شي حاجه باش عمرك تبقى مزوج الى اخره ولكن هالشي ما تبرأش التصرفات الحقيره ديالو من جهتي ديك الهضره اللي قال ليا بحال عطاني بها الطرشه علاش كتقولي يا هادشي هز المنطا ديالو ومشى للصالون باش ينعس تبعتو وقلت ليه قول عاد بلي مشتا قال لي ما تهضريش معايا نعس فاق لغد ليه خرج النهار كامل جا في العشيه قال لي بغيت نهضر معاك شنو كاين انا عييت وما بقيتش قاد اجمع حوايجو ومشى فحالو نورا شنو غادي دير بالصدمه غادي تبكي وغادي طيح عاوتاني للزيرو حطمني بمره داز اسبوع يالله عاوتاني مشاو عند محامي مشينا عاود ودفعنا الطلاق داز شهر شهر ونص وبدا كيدير لي التحريميات تلقى لي قدام المدرسه ديال بنتي وقال لي شوفي شعرك خارج فين غادي تمشي شو كديري وانت مالك شعري وحياتي بدا يحسني بلي انه عنده بلاصه في حياتي اولا باغي يعاود يرجع ما توقتش ليه ودا شهر ثمانية حتى وصلنا شهر 12 مشيت جلست مع والديا لانه كنت كندير اصلاحات في الدار ديالي شريت طوموبيل من جديد وكنت كنحاول انني نبني راسي من اول مع ال11 ديال الليل جالسين حتى كنسمع الصونيت في الدار تاع والديا حليت ولقيته هو قال لي باك امك هنايا ايه؟ واخا بغيت ندخل شو بغيتي خليني ندخل تيبوس مي وتيبوس با فراسهم وكيقول لهم الله يرحم لكم والدين سمحوا لي وراني سامبخي بنتكم وما نقدرش نعيش بلا بها وانا 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 كيعنقني وبوس فراسي ويزاوج انا غير تنعاتبو وهو تيقول لي ما سخيتش بكم ولا بنتي وعمرني باقي مازال غادي نسمح فيكم حتى الموت واخا كاع تجري عليا انت يا نورة رطب قلبي وقنعنا كاملين ضربنا شهر مع بعضياتنا محترمني ومحترماه قال لي باقي عندي كريدين تاع ونص في البنكة عافاك انتي خلصي هاد المرة الكرا ديال الشهر خلصك كل مرة وسكت شوي قال لي انا عاطيك عهد الله وليداتي نربيهم انا وياك ونتهلا فيك ونديرك وسط عينيا ونتحمل معاك المسؤوليه ديال الدنيا والدين غير زيدي حملي وحيدي ذاك الفانيد علما انه عندي الفتق في ظهري وما يمكنش نضرب ديك الشوكه ديك دوغال والا غادي نتشلل ما دارش عليا قليل فولادتي ديال بنتي معاه كانت روحي غادي تخرج وجاني السكر ديال الانسولين ولكن شنو غادي دير ديال دي نوره تاقت بيه وقالت الحمد لله حنا عاود جمعنا وامورنا غاديه مزيان نزيد انا وياه ونكملو حياتنا بزوج ما شربش الفانيت وحملت يلا حملت بدا كيدير ليا التصرفات ديال عمر ديال قبل المعيار وكيقطع ليا الهضره لدرجه انه هاد المره غادي يضربني وانا حامله في الشهر الاول علاش حاجة شنو توصلت واحد اختو كانت عشات معانا وبغاتني نوصلها علما انا اللي جبتها لها الدوله وضمنتها ودبرت لها على خدمه وعلى الكره وما خليت ما مع عائلته هي فاش تعشات معانا هو طلع ينعس وقلت لي سير وصل اختك قال لي انا عيان قلت لي وي معايا ما بغاش مشيت وفاش جيت بدا كيغوت علاش توصليها وانا ما عنديش المره اللي كتخرج بالليل وجمع معايا بطرشه دفعتو ضاع وجوه وجا واليديا وبدا تيضرب في الحيط انا ما عنديش المره اللي تضربني جلست مع راسي تنقول دابا هذا اللي تيضربني وانا حامله شنو بقى مازال يكون من بعد داز ايام قلت بغيت نهضر معاك عرفني شحال تنبغيك يا عمر وشنو درت معاك ودابا نجيك من الاخر انا بغيت نسالي معاك تصدم ما فهم والو كيفاش انا اللي طلبتها منه بدا يطلب السماحه وعك... راكم عارفين نرجسيين كيفاش تيمصوكم وتيخليوكم تبقاو معاهم كملنا جا العيد والحب ديالي من جهته بدا كيطفى كي حيتاش كنشوفو انه ما تيعطيني والو من غير كياخذ كي من مصلحته فقط شهور تيدوزو وهو ما كيتبدلش وغير كيتكفس دمي سفوليه لدرجه انه راسي وليت كنضربو مع الحيط وليت معاش انسان اللي هو سام دوزت معاه خمس سنين عشت فيها ست شهور هي كتيرة ديال الفرحه كنمشي عند عائلتي خاصني نطلبو وما ندوي مع حتى شي حد من غيره واللي قالها خاصني نطبقها يعير لي خوتي ووالدي ونبقى ساكته في الاخير تيقول لي انا ما مرتاحش في هذا الزواج ما كرهتش نمشي نعيش حدا والديا قلت ليه سير عمر ست شهور اللي عنده مرتاح كيف ما بغيتي انا حياتي وقد بها ولكن والو غير العقابات والحسابات وما عجبات حتى شي حاجه معايا كياخد لي طوموبيلتي وانا خصني نمشي في ترونسبور ديال الزنقه السيد ولا تيقول هذه انا عندها هي الكره الارضيه وفعلا حيت غير تنرغب فيه وتابعه ودير عليه الخاطر بديت كنطلب الله يدير لي تاويل ديال الخير دازو تفاصيل كثيره ومؤلمه حتى واحد النهار قال لي يا اما تقدي راسك وتولي كيف ما انا بغيت يا اما السلام عليكم علاش لانه بغيت نبيع الطوموبيل ديالي دي ونحيد عليها الكريدي ديالها دي دي هو ما بغاش انا بديت بحيله تنفيق من ديك القلبه معاه وكنديها في راسي وكنشوف مصلحتي درت لي فراسي وانا تبعتها جا نهار العيد وقعدت الطبله بكل شي فيها المخمر المسمى الكيكة كي كانت الخير عيطت لي مو سولاتو ايوا وجدتو شي حاجه قال لي انا راه درت غير واحد الكيكه وكلها همشو رايك فوق الطبله عاتبته ودار فيا قال لي ما انا ماشي مع عائلتي ما عندي لا عيد ولا فرحه خرجت ومشيت جلست في واحد الخلف واحد البارك وبكيت حتى عييت يا ربي يا ربي راني ما قاده يا ربي راني كنبغي هذا الانسان وراك كتشوف شحال تقاتلت معاه وشنو تيدير فيا لا غد ليه فاق هز الباليزه ديالو بدا كيجمع حوايجو شنو كدير عمر انا صافي غادي في حالي قرار اخير فين غادي وانت غاديك النهار كتقول لي حملي وموعدني انا معاك حتى الموت وتقتبيك. وعرفني بلي انني ما قداش على هذه المسؤوليه ودابا كتجمع حوايجك بنتي كتشوف هذا المنظر بكاس مسكينه في صمت ودميعتها نازلين وساكته خرج في حاله وليومنا هذا تهدي ثلاث شهور باش ما تيسولش ما التليفون انا مسحت نمرته بلوكيتها وبدلت نمرتي عندي اليوم خمس شهور في كرشي. بنتي باقا صغيره ومصدعاتني انها تحشاتو حتى لواحد النهار هزيت نمرته وصفت لي اوديو بنتك كتبكي عليك وبغاتك صيفطت لي هي اوديو بفمها كتبكي علي بابا توحشتك بغيت نشوفك لا حياه لي من تنادي قصتي كلها بغيتها تكون عبره الشابات انه اذا شفتوا النهايه من البدايه ديال القصه ديالكم ما تكملوش واخا يبانوا لكم فراشات ديال الحب ما تصبروش على الدل ما تعطيوش فوق الطاقه ديالكم واللي خلاكم مره ما ترجعوش ليه حيت قادر انه يديرها زوج وثلاثه واربعه وثمانيه عافاكم اللي تزوجات ما تولدش ديك الساعه ضربي معاه وقت طويل حتى تفهمه واذا ما تفهمتوش الوليدات ونتي على الاقل ما غاديش خليو والديكم يسولوا على الانسان اللي غادي تكملوا معاه حياتكم حيتاش الوهم اللي تبيع لكم في الاول تقدري ما تلقايش في الحقيقه خلي والديكم يسولوا على الاصل ديالو والمعدن ديالو وشكون هو واخا تكونوا كتهبلوا عليه لانه اذا ما كانش صالح لكم غادي تكرفصوا وغادي تساليوها بالطلاق او لا غادي توليو ضحايا بغيو راسكم باش اذا بغيتو شي حد في نفسكم تحبسوا معاه في النوب الاولى الطلاق ماشي عيب وهذه هي الفكره اللي خرجت عليا وخلاتني نستمر معاه باش ما نتماش انني طلقت للمره الثانيه في الاخير طلقت وانا خاسره راسي وكرامتي فاش شفتو بلي انني غادي نعيش سعاده ابديه كون غير سولت عليه كنت والله العظيم ما غادي نسمح لراسي انني نكمل معاه لانه كل شيء تيقولها فيه خايبه ونرجسيه من الدرجه الاولى معاتبته قالت لي حرام عليك راه بنت الناس ولكن والو ما تزربوش وما تقولوش اليوم عرفتو غدا نديه الحمد لله هذا قدر الله عليا وكان مكتوب في الصحيفه ديالي كندوز هذا الشيء ولكن غلطت انني سامحت ليه ورجعت ليه للمره الثانيه والثالثه وما لا نهايه غلطت انني ولدت معاه من بلوله وسمحت ليه على تصرفات ديالو الخايبه وظنيت بلي انا والولاد غادي يبدلوه ولكن مستحيل هذه القضيه انها تكون غير حنا كنبداو نكذبوا على راسنا زادو تخلى عليا وعلى بنتو اللي عندها ربع سنين ونص وعلى الجنين بنيتا اللي مازال انا حامله بها انا اليوم عندي 28 سنه شربت المرار في حياتي وحولني الانسان حجر ومرمدني ورغم انه ظروفي كانت مقاده وعطياني يعني فرصه انني نحبس معاه ولكن ما كنتش قاده وصلتني ورختي ديال الطلاق واليوم الحاجه الوحيده اللي بغيت انه ربي يخرجني من هذه المهزله ونربي وليداتي كيف خاصني ويطرح لي فيهم البركه هذه هي حكايتي كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا منها وهذه هي كانت حكايه نورا يا ساده يا كرام اللي كنت غادي نقوله راكم عرفتوه وفاهمينه وراه حتى نورا قالته انا كنتمنى انكم تخليوا ليها تعليق جميل لانها تبرد على قلبها دمتم في رعايه الله وحفظه نتلاقاو بعد غدا ان شاء الله وسلام سلام